السلام عليكم أعزائي الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الجزء الثاني من المحاضرة الثانية لموضوع الديستيليشن. هذا الجزء راح نتطرق إلى معرفة أو بدايات كيفية الرسم لحساب عدد الصواني. فمن هاي المحاضرة ابتداءً إلى المحاضرات إلى نهاية هذا الكورس هي راح نتعلم شلون راح نرسم بطريقة الرسم عدد الصواني على مود نعرف في داخل برج التقطير ايش قد احتاج عدد الصواني، وأيضا راح ناخذ القوانين أو الطرق التحليلية لإيجاد عدد هذه الصواني. فهسه بهاي المحاضرة جزء من كل هاي المحاضرة راح ناخذ جزء من شلون راح نبدي نتعلم نرسم. فموضوعنا هو determination of the number of tray using McCabe-Thale method. McCabe-Thale method هي طريقة باستخدام الرسم لحساب عدد الصواني. هاي الطريقة طلاب شلون حلت موضوع احتساب عدد الصواني؟ باستخدام المعادلات اللي أخذناها بالجزء الأول من المحاضرة الثانية، اللي الجزء الأول من المحاضرة الثانية عرفنا شلون ناخذ الماتيريال بالانس والإنرجي بالانس. فهاي الطريقة تعتمد على تلك المعادلات، أكثر شيء هي معادلات الماتيريال بالانس. هذه الطريقة طلاب فرضت فرضيات اثنين، عدة فرضيات بالحقيقة، بس أهم هذه الفرضيات بأنه إيش قالت؟ أول شيء السائل، إحنا قبلها أول شيء لازم نعرف مثل ما قلنا نستذكر بأنه الفيد دي يدخل للديستيليشن راح يقسم الديستيليشن إلى قسمين، القسم الأعلى يدعى بالريكتيفاينج سكشن، والجزء السفلي من الفيد تري يدعى بالستريبينج سكشن. هاي الجزئين كل واحد كمية الال وكمية الفيبر ترى تختلف عن ما هو موجود بالجزء الثاني، يعني الجزء العلوي الال والفي يختلف عن الجزء السفلي. هنا ايش قال؟ بالجزء العلوي كل ال دي يبدي من الاعلى اللي هو جاي من الرفلكس ريشيو اللي هو قلنا ال نوت، هذه ال نوت هي جايه من الرفلكس ريشيو، وراح يبدي يدخل تباعا الى الصينيه الاولى، يطلع من الصينيه الاولى يدخل الصينيه الثانيه الى الصينيه الثالثه الى ان يوصل للفيد تري الى صينيه الفيد، كلها راح يعتبرها ثابته ويرمز لها رمز واحد اللي هو ال. هذا ال هي كميه السائل الموجود في جزء الريكتيفاينج سكشن طلاب. اذا ال الموجود بالريكتيفاينج سكشن في اي صينيه من الصواني نعتبره هو ال. اما في جزء الستريبينج اللي هو اسفل صينيه الفيد تري اللي هو لنفرض ال الصينيه رقم ام، اول صينيه ورا ما يجي الفيد تري وراها يجي الاعلى الاكثر من الاكبر من عندها الام زائد واحد بعدين الام زائد اثنين الى اخر صينيه اللي هي ال ان كابيتال لنفرضها اخر صينيه، كلها راح يرمز له ال داش. هذا ال داش هو كميه السائل الموجود بالستريبينج سكشن. إذا ترى الـ L موجود بالريكتيفاينج يختلف عن الـ L داش موجود بالستريبينج سكشن، وأنا قلت ليش هذا الاختلاف اللي صار موجود، هذا الملاحظة شرحتها بالجزء الأول. هذا أول شيء بأنه فرض الـ L مساوي بكل منطقة عن المنطقة الثانية. الفرضية الثانية قال بأنه ما عندي فقدان بدرجات الحرارة. مع العلم هو بالحقيقة أكو فقدان بدرجات الحرارة، وين اللي هي في داخل برج التقطير وعلى الصواني، بس هنا فرضها بيقول كمجملها ما عندي فقدان بدرجات الحرارة بالعمود السائل، لأنه من راح يقول بأنه أكو فقدان راح معناتها راح يحسب عملية إنرجي بالانس على كل صينية، وراح يحتاج إلى متغيرات في بعض الأحيان تكون مجهولة وتصعب عليه عملية الحل. فهنا فرضها بأنه ماكو أي فقدان بالعمود السائل لا إن ولا أوت. أوكي طلاب، اللي نحتاجه في عملية الحساب هذا الطريق المكيب
سيل ميثود راح نحتاج إكوليبريوم كيرف حسب الداتا اللي هو يعطينا إياها. راح نحتاج operating line. operating line عندنا two operating lines، الأول ل شنو rectifying section والثاني ل stripping section. two operating line هسه راح نعرف شلون نحسب ال operating line ونبدي بعدين الحل بطريقة اليد مثل ما أخذناه سابقا بموضوع الأبسوربشن لحساب عدد الصواني. وعادة عدد الصواني اللي تظهر في هذه الطريقة وأي طريقة هي تدعى بعدد الصواني النظرية، وشلون نحولها إلى صواني حقيقية بتقسيم عدد الصواني النظرية إلى كفاءة الجهاز. فهسه بأي طريقة سواء كانت بالرسم أو طريقة تحليلية راح نحسب عدد الصواني شنو النظرية أو المثالية. فراح نبدي طلاب هسه شلون راح نبدي نحسب. طلاب مثل ما تعودنا سابقا بأنه ديستليشن متقسم إلى منطقتين ريكتيفاينج وستريبينج، فهنا من راح يبدي يشتغل راح يبدي على منطقة منطقة يشتغل ويبين ايش قد عدد الصواني. هنا راح يبدي ياخذ منطقة الريكتيفاينج سكشن. نلاحظ هنا ريكتيفاينج سكشن مثل ما اشتغلنا بالجزء الأول من المحاضرة بأنه حصلنا على عدة معادلات. فالمعادلة رقم 7 بالريكتيفاينج سكشن اللي حصلنا عليها هي معادلة رقم 7 حولها، هي نفس المعادلة بس اعطاها غير رمز على غير ترتيب على مود يكمل شغله. هي معادلة رقم 15. معادلة رقم 7 كانت سابقا طلاب هي الكومبوننت ماتيريال بالانس بالريكتيفاينج سكشن، فهي هاي قدامنا هاي المعادلة. هو الشيء اللي يحصل يريد يحصل معادلة تدعى بالاوبريتنج لاين، تدعى لان انا اريد اشتغل كمعادلات، معادلة تدعى بالاوبريتنج لاين حسب المنطقة اللي يشتغل عليها. بما انه انا دا اشتغل على الريكتيفاينج سكشن فمعناته لازم احصل على معادلة الاوبريتنج لاين للريكتيفاينج سكشن. المعادلة الاوبريتنج لاين للريكتيفاينج سكشن مين يجيبها؟ يجيبها من الكومبوننت ماتيريال بالانس اللي هي معادلة رقم 7 اللي هي نفسها هسه رقمها معادلة رقم 15، هي نفس المعادلة. فمن اريد اقول اي معادله من اقول اوبريتنج لاين معناته شنو الاوبريتنج لاين؟ مثل ما احنا نعرف سابقا هي عباره عن معادله واي فانكشن اوف اكس الاوبريتنج لاين. فشلون احول المعادله مال كومبوننت ماتيريال بالانس للريكتيفاينج سكشن الى واي فانكشن اوف اكس؟ جاب معادله رقم 7 خلاها كمعادله رقم 15 هي نفس المعادله. اشرح لي الواي وين موجوده؟ هي الواي هي هاي واي ان زائد 1، والاكس هي من هاي الاكس ان راح هاي اذن الاثنين. هاي المعادله هي الواي راح يخليها بجهه والاكس راح يخليها بجهه، وهنا انتبهوا الواي هي ان زائد 1 والاكس هو ان. الواي يخليها بجهه والاكس يخليها بجهه، بس لازم قبل ما يخليها يبدي يشتغل راح يشتغل في بعض الامور يرتبها الى ان قبل ما يطبق عنها. ايش راح يسوي؟ ايش راح يغير؟ شنو التغييرات اللي عندنا؟ يحاول يتخلص من بعض الثوابت اللي موجوده هنا ويربطها ويا من؟ ويا اخرى تكون اهم من عندها. هنا يقول اهم شيء عندنا هو الريفلكس ريشيو الار. الريفلكس ريشيو الار هو وين موجود؟ فوق، معناته ضمن يا منطقه ريكتيفاينج. الار شو يساوي لنا؟ ال نوت على دي، اخذنا هذا القانون. وبما انه قلنا اي ال موجود بالريكتيفاينج يتحول الى اي ال حسب رمزه ال ان ال ان زائد 3 ال نوت هيتحول الى ال، فالال نوت هنا تحول الى ال على دي، فهاي ال اوفر دي هي شنو؟ هو الرفلكس ريشيو. اوكي طلاب، احنا سابقا نعرف الار زائد 1 ايضا من الجزء الاول، الار زائد 1 شو يساوي لنا؟ في على دي، او سابقا كانت المعادله في يساوي لنا دي R زائد 1. فR زائد 1 ايش يساوي لنا؟ V على D. ليش سواها V على D؟ ليش سواها بهاي الصيغة؟ من عاد ترتيب هاي المعادلة، من عاد ترتيب بهاي المعادلة وسواها بهاي الصيغة. خلى ال Y يساوي لنا function، ال Y يساوي لنا function of X. صارت عندي معادلة 15 ضمن هاي المعادلة. معادلة 15 ضمن هاي المعادلة. ايش راح يسوي؟ راح يقسم ال L على V، يقسمها على D، اثنين تقسم البسط والمقام على D ويقسم مال هذا الحد، ويقسم البسط والمقام مال هذا الحد على منو؟
على دي. هنا الحد يعني قسمها البص والمقام على دي. منقسم الحد الاول اللي هو يحتوي على ال اوفر دي، صار عندي صار ال ال صار عندي ال اوفر دي، والمقام ال في ايش راح يصير عندي؟ في اوفر دي. هنا اكو طلاب في هاي وليس ال، هذا في اوفر دي، هاي صلحوها. فصار عندي هنا للاكس ان زائدا الحد الثاني عندي بالبسط الدي اقسمه على دي فيصير واحد، المقام ال V اقسمه على دي فشي يصير ال V over D. هاي ال V over D اللي انا حصلتها بالمقام، ال V over D حصلتها بالمقام اللي هي اقدر اجيبها من معادلة رقم 2، شو يساوي لنا؟ ال V over D R زائد 1. اذا المقام V over D للحدين هو شنو؟ R زائد 1. R زائد 1. البسط ال L over D للحد الاول هو من هو؟ R. ال L over D هو R. فصارت معادلة عندنا رقم 16. هاي المعادلة رقم 16 اللي ده شوفها هنا أمامكم، هاي المعادلة رقم 16 هي Y function of X. هاي معادلة تدعى بالoperating line للrectifying section. هاي المعادلة الoperating line للrectifying section. الاحظ هاي المعادله اي اوبريتنج لاين تتكون من حدين، تتكون من حدين، هذا الحد الاول وهذا الحد الثاني. واحده من الحدود دائما لازم بها مربوطه وياها الاكس. هذا الحد المربوط ويا الاكس، فمعامل اكس هذا هو شنو؟ السلوب. معامل اكس هو السلوب. والحد الثاني كله، الحد الثاني من معادلة الاوبريتنج لاين يدعى بالانترسبت. فإذا من الاوبريتنج لاين أقدر أطلع السلوب والانترسبت. السلوب هو معامل اكس، والحد الثاني هو كله هو الانترسبت. فهاي المعادلة 15 من تلاحظوا قدامكم هي شنو؟ هي الاوبريتنج لاين للارتيفاينج سكشن. شو استفاد من عندها؟ شو استفاد من عندها؟ استفاد من عندها اذا طلبها من عندي اكتبها كاوبريتنج لاين، واستفاد من عندها عرفت بالاوبريتنج لاين هو شنو السلوب وشنو الانترسبت. فمن عرفته راح ابدي ارسم. ابدي ارسم شنو الارسم؟ طلاب بصوره عامه دائما انتم ترسمون شنو؟ تبدون ترسمون اكس اللي هو نسبه الماده العاليه التطاير بالسائل، الى الواي اكسس نسبه الماده العاليه التطاير كفيبر. دائما تبدون هنا صفر التقسيمات وتنتهون بالواحد بالنسبه للاكس، ونفس الحاله بالنسبه للواي. دائما طلاب التقسيمات حتكون هي شنية؟ 0.1 0.2 0.3 4 5 والى تنتهون 0.9. هاي دائما طلاب نفس الحالة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دائما تبدون من الصفر 0.1 0.2 0.3 الى 0.8 0.9 تنتهون بالواحد، يكون على شكل مربع. هاي دائما طلاب يعني ترسمون وتحددون وانتم مغمضين. ورا ما رسمنا هذا المربع راح نبدي ناخذ اللي هو يسموه خط ال 45 راسا بالمسطره. خط ال 45 يدعى بخط ال 45. تبدون ترسموه راسا تجيبون مسطره خط ال 45 يكون بهذا الشكل. اوكي طلاب، هذا خط ال 45 هذا بالمسطره يرسم زين. بعد شو نسوي؟ هاي دائما بدون من باوع راسا نبدي نرسمها. هو ايش مطينا بالسؤال طلاب؟ مطينا جدول بين من وبين الاكس، مطينا جدول بين الاكس والواي. هاي تدعى بالإكليبريم داتا. هاي هو مطينا اياها، دائما مطينا اياها بين الاكس والواي. قيم كل اكس مقابلها شنو؟ واي. نجي نقول الاكس وين مكانه؟ هنا. الواي هنا نحددها فتطلع عندنا هاي النقطة، بعدين ترجع عندنا تطلع عندنا هاي النقطة، ترجع عندنا هاي النقطة، إلى نعين كل النقاط اللي هو مطينا اياها. نوصل النقاط فيتكون عندنا منحني. حيتكون عندنا منحني. هذا المنحني يدعى بالإكليبريم داتا اللي هو منحني التوازن بين السائل والبخار.
هذا طلاب، هذا نرسمه مغمضين في حالة إذا يعني بطريقة الرسم رأسا نرسمه بأي شيء هو يعني منبوع على مطينية كمعلومات بالسؤال فقط منبوع في حالة إذا طعنا الجدول أبدي أرسم، بعدين ذاك الوقت يبدي تخصص السؤال. هذا عام بكل سؤال هذا نرسمه، نرسم المربع من الصفر للواحد بالنسبة لإكس واي، نرسم خط الخمسة واربعين رأسا، أجر الخمسة واربعين من هاي الزاوية إلى تلك الزاوية، وبعدين أرسم الإكوليبريم ديتا، أرسمها يطلع عندي إكوليبريم كيرف. هسه نبدي التخصص، شلون أبدي أرسم؟ مثل ما قلنا الديستليشن تقسم إلى منطقتين، منطقة الريكتيفاين والستريبين. الريكتيفاين بيها أوبريتنج لاين والستريبين بها اوبريتنج لاين. فهسه عرفنا من معادله رقم 16 للريكتيفاينج سكشن، المعادله رقم 16 هي للاوبريتنج لاين مال الريكتيفاينج. شلون ابدي ارسم؟ اول شيء احتاج قبل ما ابدي اشتغل قيمه الاكس دي، احتاج قيمه الاكس دي اللي هي شنو. الاكس دي هو عباره عن نسبه الماده اللي اني اريد اقطرها لنفرض الماده اي وين موجود بالديستليت بالاعلى اللي حصلته لازم احصله، لنفرض نسبته 0.9، نفرض نسبته 0.9. ليش احتاجها؟ اجي اخذ هذا الاكس دي اللي مفروض عندي او مطلعها من غير مكان، اجي اعينها وين؟ اعينها على الرسم وين موجود ال 0.9 هياته، هو نفسه وين موجود؟ هنا، هذا هو. فابدي اصعد من الاعلى، ابدي اصعد من الاعلى، قيمته 0.9 الاكس دي انا عندي سابقا، لو يعطيني اياه بالسؤال او انا طلعه من غير مكان من المعادلات من اي شيء، اعينه على الاكس اكسس وابدي اصعد عمودي على خط ال 45 واوقف هنا. هذا الاكس دي عينته هاي النقطه حسب ما موجوده هنا بالرسم اللي ما وضحها. الاكس دي هو هذا 0.9، ابدي اصعد اعلى فهذا واوقف هنا، هذا الاكس دي. هذا حصلت اول شيء، اذا لازم وما اشرها بس اشر بانه الاكس دي صار هنا لان يعني هو موجود هنا فصار هنا. زين شنو هذا الخط المتقطع اللي موجود هنا قدامكم بالرسم؟ شلون ارسمه؟ من معادله رقم 16 عندي سلوب وعندي انترسبت، اكثر شيء اعتمد على الانترسبت اللي هو اكس دي على ار زائد واحد. اعتمد عليه شلون؟ اعتمد على الانترسبت اكس دي على ار زائد واحد، اطلع قيمته، انا لازم اطلع قيمته، يعني على صفحه اقول الاكس دي على ار زائد واحد ايش يساوين؟ ايش قد قيمته عدديا؟ عدديا ايش قد قيمته؟ الاكس دي انا معطيني اياه 0.9 صح؟ على الار ايضا لازم يكون عندي، الار ايضا لازم يكون عندي، لنفرض قيمته 2 زائد 1 فصار هاي القيمه 0.9 على 2 زائد 1 كقيمه عدديه، من اقسمها لنفرض راح تطلع قيمتها 0.3، تطلع قيمتها 0.3 لنفرض. هذا 0.3 هو الانترسبت. الانترسبت شخصت بي اللي هو من الصفر على الواي اكسس، هذا هو الانترسبت. اجي شو اسوي؟ اصعد 0.1 0.2 0.3، هذا هو ال 0.3، هاي هي ال 0.3. فعرفت الانترسبت هو هذا ومعين هاي النقطه، فاوصل هاي النقطه مال الاكس دي ويا نقطه الانترسبت فهذا واشره بالمسطره، اوصل بين النقطتين بالمسطره، هذا الاوبريتنج لاين، هذا الاوبريتنج لاين مال منو؟ مال ريكتيفاينج. اوكي طلاب، فهذا عرفت شلون راح يرسم؟ اذا هذا يرسم عن طريق الاكس دي على خط ال 45 واوقف، ولازم اوجد قيمه الانترسبت واعينها وين موجود من الصفر، جت قيمه الانترسبت 0.3 فابدي اصعد من الصفر الى 0.3 هاي النقطه واوصل بين النقطتين واخليه هذا المستقيم، هذا هو الاوبريتنج لاين مال الريكتيفاين. هسه المفروض لازم نروح على الاوبريتنج لاين مال الستريبينج.
هاي هنا طلاب الاوبريتنج لاين مال الستريبينج هي نفس الاسلوب بانه احنا اخذنا سابقا من معادله في اللي هو المنطقه رقم 3 بالجزء الاول من وجدنا معادله رقم 10. معادله رقم 10 نفسيات هاي موجوده كاتبها هنا بس اعطاها غير ترقيم 17. نفس الحاله طلاب المعادله رقم 17 ايضا احصل من عندها الاوبريتنج لاين بس وين مال الستريبينج ايضا واي فانكشن اوف اكس. الواي هي هياتها والاكس هي هياتها، فاذا لازم اخلي واي بجهه والاكس بجهه. من خليت الواي بجهه والاكس بجهه واقسم المعادله على في داش فصار عندنا المعادله بهاي الصيغه. هاي فقط خليت الواي بجهه والاكس بجهه والبقيه واقسم المعادله على في داش على مود اتخلص من الفي الموجوده ويا من ويا الواي. فصارت المعادلة هاي قدامنا، هاي المعادلة. زين شو اسوي لها هسه؟ اريد علاقة مال الفي داش الموجود بالحدين مال هاي المعادلة. الفي داش احنا اخذناها او نقدر هم نوجدها كمية البخار هو العفو شنو هو الفي داش؟ هي كمية البخار اللي جاي من الريبويلر الموجود بالاسفل، مو قلنا كمية سائل قليل. ما راح نذبه، راح نبخره مرة ثانية بريبويلر ونصعده كفيبر وندخله للديستيليشن ويصعد كفيبر اللي هو الفي داش. هذا هو شنو عبارة عن الال داش، كمية السائل اللي موجود في داخل الديستيليشن في منطقة الستريبينج ناقصا الكمية كلها اللي راح تطلع. فالفي داش يساوينا ال داش ناقصا دبليو. فهاي هي المعادلة. اجي اعوض عن الفي داش الموجود هنا بالمقام هذا، فصارت المعادله رقم 18. معادله رقم 18 هي الاوبريتنج لاين مال الستريبينج. معادله رقم 18 الاوبريتنج لاين مال الستريبينج. فد ملاحظه طلاب، المعادله السابقه مال الاوبريتنج لاين مال الريكتيفاينج وهاي المعادله مال الستريبينج تحفظ على الغيب، تحفظ على الغيب. اوكي طلاب، المعادلة 18 هي الاوبريتنج لاين مال الستريبينج ايضا هي عبارة عن الواي فانكشن اوف اكس. الواي ام زائد واحد، الاكس لازم يكون شنو؟ ام، مو الاكس دبليو هاي، لا الواي ام زائد واحد هي فانكشن مال الاكس مال الام. يتكون من حدين ايضا، هذا حد وهذا حد. بما انه قلنا الواي هو فانكشن للاكس، فإذا السلوب مالتي هو معامل x، فإذا السلوب مال ال operating line مال ستريبينج سكشن هي L داش على L داش ناقصا W. L داش على L داش ناقصا W. هنا الستريبينج الانترسبت مال الستريبينج من تعامل ويا من؟ ويا الانترسبت. فالملاحظه طلاب خلوها ببالكم ومهمه، بانه في موضوع الستريبينج سكشن الاوبريتنج لاين معادله رقم 18 انا الانترسبت غير ضروري، انا الضروري عندي هو السلوب، حيكون السلوب. اوكي طلاب، هالمره نكمل الرسم مالتنا. شلون راح نبدي نكمل الرسم؟ بس قبلها خلي اخذ بس هالمعلومه عم ننهي موضوع الرسم. قبل ما ابدي اكمل الرسم، يعني عندنا بالريكتيفاينج الار، بالريكتيفاينج الار الرفلكس ريشيو اللي هو ال اوفر دي. بالريكتيفاينج ميزه يحتوي الرفلكس ريشيو اللي هو ال اوفر دي. بالستريبينج عندنا الار في اللي هو شنو؟ الار في هو عدد المولات البخار اللي راح تخرج من الريبويلر على وحدة الزمن اللي هي من هي الفي داش على عدد المولات للسائل اللي راح يظهر من أسفل الجهاز برج التقطير اللي هو الدبليو. فإذا الار في اللي هو يماثل الار الريفلكس ريشيو بالريكتيفاينج هذاك كان ال اوفر دي، هنا عندنا في داش اوفر دبليو. هذا من يطلب من عندنا، هذا شنو الار في؟ شنو اسمه؟
اسمه بويل اب ريشيو. اخاف يطلب من عندكم ايجاد قيمته. الار في هو من يطلب بويل اب ريشيو هو معناتها الار في وشلون اوجده في داش على دبليو. هذا اخر شيء كنظريه نبدي نحسب. نبدي الرسم. نبدا الرسم. نكمل حلنا السابق. نكمل حلنا السابق. هذا مو يعني ذاك يرسم مبحد وهذا يرسم مبحد، لا، على مود نصير شويه تاشيرات هوايه عليكم. نكمل حلنا السابق بانهم رسمنا الاوبريتنج، نبدي نرسم ما ستريبنج. ما ستريبنج نفس الحاله بالاوبريتنج، لازم اعينه عن طريق بالريكتيفاينج اعينه عن طريق الاكس دي، بالستريبنج اعينه عن طريق الاكس دبليو. فاذا الاكس دبليو اللي هي نسبه الماده اي موجود في السائل اللي موجود في اسفل الجهاز، قد نسبه هذا السائل يدعى بالاكس دبليو تكون قيمته قليله، فاعينه هنا لنفرض قيمته 0.2 لنفرض. اجي هنا 0.2 اعينه، اصعد فوق، من صعدت فوق فاخلي نقطه هنا، فعرفت بانه على خط ال 45 مثل ما عينت اذا تتذكرون الاكس دي هنا، هذا الاكس دي نفس الحالة الاكس دبليو عينه، هذا هو الاكس دبليو. اوكي طلاب، عينته. هذيك المرة بالاكس دي بالريكتيفاينج استعملت الانترسبت وجريت الخط. هالمرة بالستريمينج ما اقدر استخدم الانترسبت، استخدم السلوب. فاذا هذا السلوب فلعلاتها انا لازم اوجد قيمته. انا لازم ال داش عندي قيمته على L داش ناقصة للدبليو عندي قيمته، فأوجد قيمة هذا الحد، قيمة عددية. وجدت قيمة عددية هو سلوب، أخذ له التان إنفيرس، أخذ له التان إنفيرس، راح تطلع لي الزاوية. من الزاوية أخلي المنقلة هنا، المنتصف الصفر مال المنقلة على نقطة الاكس دبليو. شوف ايش قد طلعت عندي الزاوية، تبدي عادة هي الزاوية تبدي من الصفر وتبدي تصعد. ليفرض هنا طلعت الزاوية تقريبا 50، هاي ال 50 هنا، ابدي اجر شفط من الى ال 50 وابدي اكمل الى ان اقطع من وين؟ اقطع هذا المنحني. فهذا الخط المستقيم شلون رسم؟ عن طريق الزاوية، نقطة الصفر مالتها اللي هي الاكس دبليو اللي عينت على خط ال 45، اخلي المنقلة ايش قد الزاوية من نقطة الاكس دبليو على خط ال 45، اجر خط مائل بقيمة الزاوية ال 50 الى ان اوصل الى خط الى المنحني هذا، اتوقف اللي هنا. فهذا هو شلون ارسم هذا المنحني اللي موجود قدامكم. هذا المنحني اللي موجود قدامكم، حتى بأشر على المنحني السلوب عن طريق ال LW على LW ناقصا L داش على L داش ناقصا W. إذا أريد أدمجه يعني هو لازم يندمج، فأنا هياته هذا راح أبدي، هذا خط ال 45، هذا المنحني، هذا لازم كله أسويه. أجي عين ال XD فتعين هنا هذا ال XD، اعين الانترسبت فصار الانترسبت من صفر، خليت الانترسبت هذا من وين؟ هذا الانترسبت مال اوبريتنج لاين، عينته هنا عند هاي النقطة وعند هاي النقطة اجر هاي فصار هنا، هذا مال اوبريتنج. نجي على الستريبنج، اعين الاكس دبليو، هذا الاكس دبليو اخليها على خط ال 45، احسب السلوب اللي هو هذا السلوب مال ستريبنج قيمته احسبه، اخذ له التان انفيرس، عرفت الزاويه، اجيب المنقله اخليها هنا وهاي المنقله وهاي الزاويه عند هاي النقطه وبالزاويه بالمنقله فصار هنا. اوكي، فصار عندي شنو؟ عندي هذا الخط، هذا مال ريكتيفاينج مال ستريبنج وهذا مال ريكتيفاينج، فصارت عندي منطقة محصورة بين من وبين من، منطقة محصورة بين من وبين من، بين الاوبريتنج لاين مال ريكتيفاينج وستريبنج وبين بين الاكوليبريم ديتا، فصارت عندي هاي المنطقة. تلاحظون وصلت إلى هاي المنطقة بين هاي وبين هاي لوين؟ هاي. فهاي المنطقة هي راح نشتغل عليها، المنطقة المحصورة بين الاوبريتنج لاين مال ريكتيفاينج ومال ستريبنج والاكوليبريم،
هاي المنطقة المحصورة بالأخضر هي اللي نشتغل عليها طلاب، هاي اللي نشتغل عليها طلاب لحساب عدد الصواني. فرح ناخذ مثال هسه إن شاء الله نعرف شلون كيفية احتساب عدد الصواني باستخدام طريقة المكيب ثيل ميثود. الآن طلاب راح ناخذ مثال تطبيقي اللي أخذناه بهذا الجزء من المحاضرة لطريقة المكيب ثيل ميثود، هي طريقة الرسم لحساب عدد الصواني النظرية. المثال هو اللي يقول لنا شلون راح نرسم الاوبريتنج لاين للمنطقتين اللي هي الريكتيفاينج سكشن والستريبنج سكشن. شنو عندنا؟ عندنا خليط من البنزين والتلوين، خليط من البنزين والتلوين. هذا الخليط يحتوي على 40% مول بيرسنت بنزين is to be separated continuously in a tray tower at a rate of. خلينا نشوف هاي شنو ال 40%. هاي ال 40% هي نسبة البنزين بالخليط اللي أنا أريد أفصله. إذا هاي ال 40% هي من هي قيمة ال XF اللي هي قيمة المادة البنزين، المادة عالية التطاير اللي أنا أريد أفصلها. وين موجود؟ بالفيد اللي يدخل للديستليشن، بالمادة الأولية اللي تدخل للديستليشن. هذا قيمة ال XF. إيش قد يدخل للديستليشن فيه؟ يدخل 200 كيلو مول بير اور. اذا هذا اللي معطينا اياه هو قيمته مال من هو هذا؟ هذا قيمه الاف اللي هو الفيد اللي يدخل. فاذا عرفنا الفيد اللي يدخل ايش قد قيمته وكميه الكومبوزيشن اللي هي انا اريد افصلها ايش قد قيمتها بالفيد. ذا توب برودكت، نكمل ذا توب برودكت، اذا معناتها بالاعلى الديستليت ايش قد ايش معطينا اياها؟ 95 هنا 95 اوف بنزين. اذا هاي ال 95 هي شنو؟ هاي ال 95 هاي قيمه الاكس دي 95%. And the bottom must not contain more than 4%. اذا هاي ال 4% معطينا اياها، ال 4% هاي قيمه الاكس دبليو. قيمه ال 4% هو اللي يقول لنا بالاسفل لازم ما تزداد عن 4%. هذا هو. نكمل the reflex. The reflex is saturated liquid. لازم الreflex اللي هو يقصد به السائل اللي ينزل من الأعلى saturated liquid، هو اللي يأكد لنا بأنه هو كله liquid. وش قد قيمة الreflex ratio؟ هي قيمتها 2. الreflex ratio اللي مطينا إياها قيمتها 2. إذا ال R قيمته 2. اوكي نكمل the feed is saturated liquid. هاي الملاحظه طلاب هسه ومستقبلا الى نهايه الكورس لازم احنا نعرف شنو نوع الفيد اللي يدخل. هذا ياثر هوايه بالحسابات طلاب. هاي الملاحظه كلش مهمه. الفيد اللي يدخل لازم نعرف شنو نوعه، شنو الطور مالته. احتمال يكون كله ليكويد، احتمال يكون كله فيبر، واحتمال يكون هو خليط من الفيبر والليكويد. وهاي يأثر لنا على قيم الحسابات اللي راح نشتغلها. فهنا بهذا السؤال هو دا يقول لنا بانه ساتوريتد ليكويد، او بمعنى ثاني اذا قال لنا ما قال لنا ساتوريتد ليكويد، قال ات بابل بوينت. من يقصد ات بابل بوينت؟ هنا اقصد ساتوريتد ليكويد بانه الفيد معناتها كله ليكويد. نعطيني بالسؤال هنا هذا فيبر ليكويد اكوليبريم داتا at 1.3 كيلو باسكال R. فإذا معطيني قيمة ال X ومعطيني قيمة من هو ال Y. هذا هو استفاد من عنده بالرسم. هذا كمثال، هذا كمثال الموجود هنا طلاب. هذا هو عبارة عن شنو المثال؟ عبارة تقريبا نقول عليه مثال يعني أو يعني example مثالي، لأنه معظم الشغلات اللي أنا استفاد من عندها بالرسم هي موجودة ضمن هذا المثال. لان احتاج انا لازم احتاج قيمه الاكس اف، احتاج قيمه الاكس دي، احتاج قيمه الاكس دبليو، احتاج قيمه الار، احتاج قيمه الال. هسه لازم مستقبلا الال والفي. فهسه عندي اني اذني الموجوده لازم استفاد من عندها بايجاد قيمه الان. فعندكم هسه راح نبدي نكمل. ف
فمن ضمن الديتا اللي معطينا اياها بالاضافه الى اكو ديتا المفروض اني اعرفها، فشلون ابدي احصلها؟ شنو الديتا اللي اني اعرفها؟ اخلي ببالي اللي هي من اريد ارسم اني موجود عندي لازم اكس دي وار بالنسبه، هذا اهم اثنين بالنسبه للريكتيفاينج، اكس دي وار هسه بعدين نعرفها. وبالنسبه للستريبنج احتاج ال داش ودبليو لحساب السلوب. فهسه هاي بس خلوها ببالكم. فالشغلات اللي ناقصه عندي بالسؤال راح اوجدها، شنو هي الناقصه؟ شو استخدم لايجاد يعني الشغلات اللي عندي الناقصه، الديتا الناقصه؟ اول شيء راح اخلي الاوفر اول ماتيريال بالانس، اوفر اول ماتيريال بالانس مثل ما قلنا اللي هي شو يساوينا الان هو الاف، شو يساوينا الدي زائد دبليو. انا ما عندي الدي ولا عندي الدبليو. عندي فقط الاف. انا اعرف الاف هي كميه والدي هي كميه اللي خارجه بالاعلى والدبليو هي كميه اللي خارجه بالاسفل. انا الاف بس عندي فما عندي لا دي ولا دبليو، فاكون معادله اخلي قيمه الاف معطيني اياها 200 اكون معادله الاف يساوي لنا دبليو يساوي لنا 200 ناقصا دي، يعني دبليو فانكشن اوف دي، واخليها هاي المعادله على صفحه. اجي اخذ هسه وراها المعادله اللي هي الكومبوننت ماتيريال بالانس اللي هي عباره عن من الاوفر اول اضرب في كل كميه في شنو في الكومبوزيشن مالته. الاف اضربه في الكومبوزيشن مالته زد اف او اكس اف، نفس الشيء طلاب. الاف عندي اني والزد اف همين عندي معطيني اياها اللي هو نفس الاكس اف. شو يساوي لنا؟ الدي في الكومبوزيشن مالته، الدي انا ما عندي بس الاكس دي معطيني اياه بالسؤال. زائدا الدبليو ما عندي في الاكس دبليو معطيني الاكس دبليو بس الدبليو ما معطيني اياه بالسؤال. اذا معادله الكومبوزيشن هي متكونه هاي من مجهولين ايضا الدي والدبليو. والمعادله السابقه اللي حصلتها من الاوفر اول ماتيريال بلس ايضا مجهولين اللي هي الدي الدبليو والدي. نعوض اجيب الدبليو اللي حصلتها من الاوفر اول ماتيريال واعوضها هنا، فراح يصير عندي معادله كلها بدلاله الدي، فاحصل على قيمه الدي وارجع اخذ هذا الدي اعوضه بالاوفر اول ماتيريال بالانس اللي هي 200 ناقص الدي احصل على قيمه الدبليو. فمن الاوفر اول ماتيريال بالانس ومن الكومبوزيشن ماتيريال بالانس راح احصل على قيمه الدي والدبليو اللي هي كميات الكميه الخارجه من الاعلى كديستليت والكميه الخارجه من الاسفل كالمتبقي كويست. هذا اول شيء انا احتاجه بالشغل. اوكي؟ دائما اوفرها هاي. بعدين معطيني بالديتا معطيني قيمه الار. استفاد من عندها شو اقول؟ الار شو يساوي لنا؟ ال اوفر دي. ال اوفر دي. الار انا عندي والدي عندي، ايش راح اطلع؟ قيمه ال. هذا ال اللي هي كميه السائل اللي راح ينزل من الاعلى البرج ويدخل للجهاز. كميه السائل اللي راح يخرج يدخل من الاعلى برج التقطير الى داخل الجهاز. فحصلت من الار اللي معطيني اياها على كميه ال L. على كميه ال L. اقدر احصل ال V1. ال V1 ايضا احصله مين؟ اقول عندي كان معلق مثنين حسب ما اتذكر رقمها بالجزء الاول من المحاضره الثانيه. ال V1 شو يساوي؟ D في R زائد 1. فحصلت الدي انا عندي والار انا عندي، فحصلت الفي واحد اللي هي كميه البخار اللي هي وين موجوده كميه البخار؟ في داخل الديستليشن، مو صحيح؟ اللي هي وين موجوده الفي واحد اللي هي تطلع من اعلى الديستليشن واللي هي جزءها وين موجود؟ في جزء الريكتيفاينج. هاي ايضا قدرت احصلها. طلاب الفي طلعناها بالسلايد السابق هي نفس الفي اللي موجوده راح تطلع من الاعلى وهي نفسها اللي موجوده في داخل الديستليشن في جزء الريكتيفاينج سكشن فقط، لان قلت لكم ال والفي لكل جزء هي ما تختلف عن الاخرى. ليش نفسها طلاب؟ ليش نفسها؟ لانه عاده الفي او ال تتاثر بفالشغله، وين بيا شغله؟ هي بالفي. يعني قلت لكم طلاب
الملاحظة بأنه الفيد اللي راح يدخل هنا، هذا الفيد ترى جدا مهم احنا نعرف شنو التطور مالته. بهذا السؤال التطور مالته يقولنا بأنه saturated liquid، معناته saturated liquid كله سائل، فمن يدخل الفيد للديستيليشن ما طول كله سائل، هو كله راح ينزل جوا. الفيد راح يدخل مثل ما قلنا راح يدخل على هاي التري، هاي التري هي الاف اللي مثل ما قلنا سابقا تفصل الديستيليشن الى جزئين، الاعلى هو الركتيفاينج اللي احنا بنشتغل به، والجزء السفلي هو الستريبينج. بما انه احنا طلعنا الفي واحد اللي هي هاي الفي واحد، هاي الفي واحد هي نفسها اعتبروها نفسها الفي كلها هنا الموجوده بالركتيفاينج سكشن، الفيد ما راح ياثر عليها، ما راح ياثر عليها لانه الفيد كله ليكويد. لو كان الفيد هو خليط من ليكويد زائدا سائل، من ليكويد زائدا سائل ايش راح ليكويد العفو زائدا فيبر، فالليكويد راح ينزل هنا، اما الفيبر مالته راح يصعد فوق، لان الفيبر دائما يصعد. فالفي راح يجي من الفيد راح يمتزج ويا الفي اللي موجوده، راح تجي من الاسفل وتصعد للريكتيفاينج، فتجمعون الفي اللي تجي من الاسفل زائدا الفي اللي راح تجي من الفيد، هذا كله يلا يطلع لنا في واحد، هذا كله راح يطلع لنا في واحد. بس بانه هو قايل saturated liquid الفيد معناتها الفي بالريكتيفاينج سكشن هي نفسها الفي اللي راح تطلع من الاعلى، وهي نفسها الفي اللي هي جايه من الستريبينج، فالفي هي نفسها الكلها هي في، يعني الفي اللي راح نحصلها هي باي مكان موجود في داخل الديستيليشن هي قيمه واحده. ايش وقت تتغير؟ اذا كان الفيد الداخل يحتوي على فيبر. اوكي طلاب، فهذا الفي حسبناه قيمته. اوكي نيجي على الانسيتروبيك سكشن هنا، بما انه مثل ما عندنا قلنا هذا الديستيليشن هذا الفيد هو اف، بما انه قلنا كله ليكويد، فهذا الاف اللي موجود من يدخل راح يجي للاسفل. اوكي وعندنا ال نوت دا يدخل سائل، فصار عندنا هذا سائل والفيد سائل، من يدخل اثنيناتهم الى منطقة الستريبينج راح يتحول الى ال داش، يعني ال داش مين جاي؟ جاي من الفيد وجاي من ال نوت. فبس الستريبينج سكشن ال داش يساوينا ال داش يساوينا ال نوت زائدا الفيد، هاي ال 200 ترى فيد، ال داش يساوينا ال نوت طلعناها من طلعناها من قانون الرفلكس ريشيو. فلهذا انا ليش الرفلكس ريشيو استفاديت من عنده؟ استفاديت من عنده لايجاد ال نوت، فلهذا هنا استفادينا قيمه ال نوت فاحتاج شنو؟ زائدا الفيد، فطلعنا قيمه ال داش. الفي قلنا اللي طلعناها هنا هي نفس الفي باي مكان سواء كان بالركتيفاينج او بالستريبينج، فطلعنا الفي هي نفسها الفي داش. ليش احتاجيه ال داش وليش والفي داش طلعناها؟ هو ما طالب السؤال ال داش والفي داش، هسه بعدين من اوصل لها اقول لكم ليش احتاجيناها وين احتاجيناها. هسه من اريد ابدي ارسم طلاب، من اريد ابدي ارسم انا لازم عندي الاوبريتنج لاين مال المنطقتين، عندي لازم الاوبريتنج مال المنطقتين. فالاوبريتنج لاين مال اول منطقه اللي هي ركتيفاينج سانكشن، ما ركتيفاينج سانكشن حسب هاي المعادله قلت لكم تحفظ على الغيب، الواي ان زائد ان واحد ايش يساوي؟ ار على ار زائد واحد اكس ان زائد اكس دي على ار زائد واحد، هاي مال الاوبريتنج لاين مال الركتيفاينج. انا احتاج لازم اعوض عن قيم الار والاكس دي، هاي اعوضهن. فالار معطينيها قيمته 2، فهنا حيصير بحد الاكس هذا حيصير هنا هذا قيمه الار 2 على 2 زائد 1 حيصير 2 على 3 اكس ان زائد الاكس ان، هاي تبقى نفسها تنزل زائد الاكس دي على ار زائد 1، الاكس دي معطينيها 0.95 على ار معطينيها 2 زائد 1 فطلعت قيمته هنا. اقسم اذني هاي المقدارين اوجتين
فحصلت على هاي المعادلة. هاي المعادلة هي الأوبريتنج لاين مال منو؟ مال ريكتيفاينج سكشن. هذا هو منو؟ هذا السلوب لأنه مرتبط بالإكس إن، وهذا منو؟ هذا هو الانترسبت. هاي استفاد من عدها بالشغل. هذا معادلة الأوبريتنج لاين مال ريكتيفاينج. نجي على الستريبنج سكشن، خلصنا ريكتيفاينج، نجي على الستريبنج سكشن. هذا خلصنا. الأي نجي على البي. الستريبنج سكشن قلت لكم المعادلة لازم أيضا الأوبريتنج لاين مالته لازم تحفظ. لازم أطلع هسه قيمة السلوب اللي هو هذا السلوب، وقيمة الانترسبت اللي هو هذا قيمة الانترسبت. من أريد أطلع قيمة السلوب أنا أحتاج الـ L داش وأحتاج الـ W. الـ L داش اللي أنا هسه قلت لكم عليها ليش طلعناها، هذا هو الـ L داش. أوكي، هذا هو الـ L داش. فإذا أحتاج الـ L داش اللي طلعناه بالأعلى، هذا قيمته أحتاجه لإيجاد قيمة السلوب مال الستريبنج سكشن. ودائما قلت لكم بالستريبنج سكشن أنا السلوب هو اللي أحتاجه بالشغل مالتي. اما بالركتيفاينج اثنيناتن اقدر استفاد من عندهم، بس اكثر شيء يستفادون بالانترسبت. فطلاب يعني معادله عكس معادله احتياجنا لها. نعيد بالركتيفاينج الجزء العلوي معادله الاوبريتنج اكثر شيء احتاج الانترسبت. انا اثنيناتن اقدرها استفاد من عندها، بس افضل الانترسبت. اما بالستريبينج احتاج السلوب. هاي فعوضنا قيم ال L داش وال W، فظهرت عندي معادلة. هاي المعادلة هي الـ Operating Line مال منو؟ مال Stripping. فصار عندي معادلتين. هاي المعادلتين هي Operating Line، لا يطلب من عندي حسابها، هي المعادلة الستار، هاي الـ Operating Line مال Rectifying، وهاي معادلة، هاي المعادلة مال Stripping. هاي المعادلة مال Rectifying استفاد من هذا، ومعادلة الستريبينج استفاد من الميل هذا. قبل ما اروح اعلمكم الرسم اللي استفاد من الانترسبت معادلة الريكتيفاينج ولا الميل معادلة الستريبينج، اكو طالب من عندنا البويل اب ريشيو. البويل اب ريشيو اللي هو الار في، شو يساوي لنا في داش على دبليو. الـ W طلعته بالمعادلة الـ Overall Material Balance بداية السؤال، أما الـ V داش اللي هي هذا اللي قلت لكم شو استفاد من عنده، فهذا هو استفادته من لإيجاد قيمة الـ Boil Up Ratio. الـ Boil Up Ratio فطلعت قيمة الـ RV 1.963، هاي الـ RV. أوكي، هذا الناتج من الرسم اللي هسه راح أحكي بيه. من الرسم اللي هسه اني راح ابدي اعلمكم شلون راح تبدون ترسمون. طلاب هسه راح نبدي نرسم لحساب عدد الصواني، فهاي الملاحظات جدا مهمه، فلاحظوا شويه تكون عندكم التركيز يكون بهالسلايد كلش كبير. ركز شلون راح ابدي ارسم. دائما هاي الورقه البيانيه قدامنا، الاكس اكسس هو الاكس اللي هو نسبة المادة موجودة كليكويد، والواي هي نسبة المادة الموجودة كفيبر. انا اقول نسبة المادة اقصد بها المادة اللي انا اريد افصلها، بالسؤال هو البنزين، فنسبة البنزين كسائل ونسبة البنزين كفيبر. هاي اول شيء نخلي نقسم هاي الورقة مثل ما تلاحظون كاكس اكسس واي اكسس، دائما يكون مربع، تبدون دائما من الصفر ودائما نسويها بوينت واحد، بوينت اثنين، بوينت ثلاثة، وهكذا. طلاب هذا هنا بوينت خمسة، هاي بوينت سبعة، لنفرض هيك يعني تاخذوها كلها، ثمانية، تسعة، اخر شيء الواحد، وهذا بوينت التسعة. اوكي، نجي على الواي اكسس ايضا بوينت واحد، بوينت اثنين، بوينت ثلاثة، بوينت اربعة، بوينت خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وهذا الواحد. هذا الواحد اذا معناته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهذا الواحد. اذا عندنا صار عندنا هذا المربع شويه ما اقدر اسيطر على القلم انتم بالمسطره، فصار عندنا هذا المربع طلاب ويا الحافه.
هذا المربع. اوكي طلاب، هذا اول شيء. انا طبعا لحد الان ما دبر وعديته ولا اعرف شكو ماكو بالسؤال. هذا نرسمه، اي رسم دائما من يجينا احنا نرسمه، نيجي ناخذ بالمسطره من هاي الزاويه، هاي الزاويه طلاب، انجر خط مستقيم يسموه خط ال 45 طلاب. طبعا اكو منطقه بيها ما اقدر ارسم عليها، هاي خط ال 45 يعني هاي منطقه طلاب دير بالكم هنا، يعني قصدي ما اقدر اكمل هاي خط ال 45. هسه بعدين ورا هذا الاستايد حشوفكم الرسم كامل. هاي خط ال 45 حسب الديتا اللي معطينا اياها هسه ذاك الوقت، خلاص هسه هذا جنرال، هذا رسم جنرال بكل منطقه. كل سؤال اذا اجانا به رسم هذا يكون هذا الرسم حسب النقاط اللي معطينا اياها. ديتا اكس واي معطينا بالسؤال، نبدي نعين النقاط، نبدي نعين النقاط. طبعا انا راح اعينها رفلي، بس اعلمكم بس كطريقه الرسم مالتي رفلي. فابدي اعين، فهذه النقاط لنفرض تكون هنا النقاط حتكون، هي دائما تتعين هيك بهالطريقه يعني. فنجي خط فصار هذا هيك. ذاك الوقت نبدي نرسم، نبدي نعين. شنو نعينه؟ اول ما نبدي نعين يقول لنا الاكس دي، الاكس دي 0.95، وين 0.95 كواي؟ هذا هو الاكس دي، هذا 0.95 هذا الاكس دي. بخط مستقيم وهمي راح نعين النقطة هنا، طبعا هاي المنطقة اللي هي المشكلة عندي دائما بيها. فراح اروح على الرسم هناك وشوفه. هذا هو الرسم، شلون تعينت؟ عد هذا هرسمها هنا شوية يكون رسمنا هذا خط ال 45، رسمنا هذا المنحني. نيجي نعين، قلنا هذا الاكس وهذا الواي. هذا اكس دي ايش قد قيمتها؟ 0.95. نيجي فصار هنا هذا الاكس دي، هذا اول شيء. نيجي على الاكس دبليو نعينها، هذا الاكس دبليو ايش قد قيمه الاكس دبليو؟ معطينا اياها ما تزيد عن 5% حسب ما اتذكر يعني، او ال 4% معناتها 0.04. هذا هنا قيمه الاكس دبليو، ونخلي هاي نقطه، هاي اول نقطتين عيناها. نجي على هو منطقتين، اكو منطقتين. المنطقه الاولى ريكتيفاينج، اللي دائما ريكتيفاينج اللي هي الجزء العلوي هذا، الستريبينج هذا طلاب. اوكي عرفنا ريكتيفاينج هذا والستريبينج هذا، فشلون نبدي نعين؟ شلون نبدي نشتغل؟ نبدي ناخذ المنطقه العلويه، شلون نعينها؟ عيننا اول شيء الاكس دي، عيننا بالرسم الاكس دي. شنو عين؟ نروح على الانترسبت، الانترسبت مال اوبريتنج لاين مال ريكتيفاينج، طلع قيمه الانترسبت 0.317. رجعوا للمعادله وشوفوها، الانترسبت مال ريكتيفاينج سكشن 0.317. وين 0.317؟ نصعد منا 0.137 هنا، فعيننا هاي النقطة. إذا أرجع على الرسم مالتي فتعينت هاي النقطة، هذا الانترسبت. أجي بالمسطرة بين النقطتين، بين الإكس دي والانترسبت، أخليها وأخليها بصورة متقطعة أفضل، على مود لا تصير عندكم شوية هاي يعني، عينوها النقاط وبعدين فكشوا. فهذا هذا رسمته هسه، هذا رسمته اللي هو هذا، هذا هذا ريكتيفاينج اوبريشن لاين ايكويشن، اوبريتنج لاين مال منو مال ريكتيفاينج. انا هسه رسمته مقطع، هذا اول شيء خلصنا. نجي على ثاني شيء، ثاني شيء اجي على الستريبينج اللي هو الجزء بالاسفل. شلون تتعين؟ احنا مو عيننا الاكس دبليو هاي، هاي الاكس دبليو هنا بس على ما تنتبهون، مو عيناها اللي هي هنا عيناها،
صعدنا صارت هنا على خط ال 45 اجيب بالستريبنج سكشن احتاج قلنا اروح على السلوب، السلوب طلع لي بالمعادله اذا ترجعون 1.509 هذا السلوب مال ستريبنج سكشن مال اوبريتنج لاين. هذا السلوب ال 1.5 اخذ له تان انفيرس تطلع الزاويه 56 حسب شغلي. 56 عرفت الزاويه 56 اجيب المنقله اخليها هنا ارسمها يكون اوضح هنا. اجيب المنقله اخليها هنا ال 56 ابدا صفر 56 تقريبا هنا حتكون. فاجي من هاي النقطه اللي عينتها مال اكس دبليو على خط ال 45 واخذ الميل وابدا اصعد خط مستقيم هيجي. وين اتوقف؟ اتوقف للتقاطع مال اكوليبريوم كيرف. يعني هاي المنقله هسه ارجع لها رسمي. هنا 56 نقول لنفرض صارت هيجي. اوكي. هسه احاول امسح المنقله على مود لا تعيقني. مسح الرسم كله. فهاي الخط مال الستريبينج. الشغل اللي انا اريد اشتغله وين بيا منطقه؟ هي المنطقة المحصورة بين من وبين من؟ بين الاوبريتنج لاين اللي انا رسمته والاكوليبريوم كيرف. يعني هاي المنطقة. هاي المنطقة فقط. اللي هي المنطقة اللي تكون طبعا هذا هسه اللي هي هاي. هاي المنطقة فقط. هذا اللي اشتغله. شو اسوي؟ شو اسوي؟ عندكم تقدرون تمسحون انتم هذا، بس هذا تخلوا هذا تمسحوه، يعني تقدرون تمسحوه. بس هذا ما راح امسحه، بقي على مود ابين اني شغلي شنو، منين جبته من الانترسبت. اوكي؟ انتم مخيرين ماكو مشكلة، بس انا اريد اتبقوا لانه على مود اعرف انتم عن طريق الانترسبت. من نقطة الاكس دي اخذ افقي على المنحني، اوصل للمنحني، انزل عمودي، افقي، عمودي، افقي، عمودي، احصرها بهاي المنطقة. الى ان اوصل الى منطقة التقاطع، ما تهمني، اكمل. تقاطع بين المستقيمة مال الاوبريتنج لاين. انزل عمودي افقي، انزل عمودي افقي، هاي المنطقة المحصورة بين من وبين من؟ بين الاكوليبريوم كيرف اللي هو هذا اللي قلنا عليه والاوبريتنج لاين. عمودي افقي الى من اتوقف؟ الى للاكس دبليو. اتوقف للاكس دبليو. توقفت للاكس دبليو. كل مثلث محصور بين الاوبريتنج لاين والاكوليبريوم هو تري. فطلعت التري هنا مالتي بحدود ال 19 20 او 21. هاي العدد الصواني النظريه طلاب، هاي عدد الصواني النظريه. هاي هي شلون تعلمنا نرسم عدد الصواني. تعتبر هاي المحاضره من اهم المحاضرات بسبب هي الاساس للمحاضرات الجايه، فالمفروض طلاب شويه تركزون، حاولوا ترسموه بيديكم، ترجعون ترسموه بيديكم على مود تقدرون تتعلمون شلون كيفية الرسم. وهذا الفقرة وصلنا إلى نهاية هاي المحاضرة. إن شاء الله تكونون قد استفاديتوا من المعلومات الموجودة بها، وشكرا جزيلا.